الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن المسلم على المسلم الخمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسميط العفو. حديث رواه البخاري ومسلم. حديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسميط العفو. الموضوع الذي نتكلم فيه اليوم خاص بأحكام السلام. ربما كان البعض يظن أن موضوع السلام عليكم ورحمة الله والرد عليكم السلام ليس بالأمر الذي يستحق اهتمام الإسلام به، ولكن الواقع غير ذلك، لأن نظرة الإسلام في تربيتنا هي غير نظرتنا لأمورنا. نحن ندرس من خلال النظرة القصيرة أشياء قد لا يهتم الفرع بها، ونغفل عن أشياء قد تكون لها خطورتها وأهميتها الكبيرة جدا في الشرع. والعبرة بالشرع وليس بالعقل، لأن عقلنا قاصر وشرع ربنا كامل، ولأن الله تعالى أعلم بما يصلحنا، ولا علم لنا نحن بما يصلح أنفسنا. وإن كان لنا علم بالبعض أحيانا فكثيرا ما ننحرف ونبعد عن الطريق السوي، وإما نجد موضوع السلام مذكورا في القرآن وفي السنة، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويقول: فإذا دخلتم بيوتا تسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ويقول تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيب. فأمرنا الله تعالى إذا ما دخلنا بيوتا غير بيوتنا، يعني أردنا دخولها، أن نستأذن وأن نسلم. وإذا دخلنا بيوتنا يعني بيوت بعضنا فليسلم كل منا على أخيه المسلم. فسلموا على أنفسكم، زي مثل قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني سلموا على إخوانكم. فيذكر الأخ على أنه نفس الإنسان
لأن أخاك في الإسلام كأنه نفسه. وعلى هذا جاء قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما خلق آدم قال له: اذهب إلى هؤلاء نفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع لما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم فقال: السلام عليكم. فقالت الملائكة له: وعليك السلام. أو قالت: السلام عليك، السلام عليك ورحمة الله. فزادت الملائكة كلمة ورحمة الله. إجابتهم قال كانت: السلام عليك ورحمة الله. وجاء في حديث صحيح رواه عبد الله بن سلام فقال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال كان أول ما دخل النبي المدينة، أي الإسلام خير؟ صور ذا في أول دخوله المدينة فيسأل أي الإسلام خير، فيجيب بأمرين والأمران متصلان بالمجتمع. فيقول صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف وعلى من لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فبين أن خير الإسلام يعني في السلوك الاجتماعي وفيما يتصل بصلة الناس بعضهم ببعض أن تطعم الطعام وتفسي السلام، تقرأ السلام. وجاء أيضا عن عبد الله بن سلام في حديث رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تعلق دخول الجنة بهذه الأشياء: إفساء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، الصلاة بالليل والناس نيام. هذا يدل على خطورة أمر السلام، بل أكبر حديث يدل على أهمية السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم؟ أفسوا السلام فيما بينكم. سبحان الله، على هذه الصورة يأتي ترتيب الحديث: لا دخول الجنة إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا بالحب. بالحب بالحب. الحب حرام ولا حلال؟ الحب يا جماعة، ده انت بتقول الحب، ده الحب ده عندك جريمة. الحب يا ناس، ده قال مش هتخش الجنة اذا ما كنتش بتحب.
طبعا معقول اول ما تسمع الكلام ده هتاخدها على الروايات الغراميه على طول، يعني بيحب مين؟ بيحب واحده ولا بيحب ايه؟ يعني كلمه بيحب ده، طب وما لما تحب واحده هو ايه؟ تحب مراتك، حب بنتك، حب اختك، حب عمتك، وكل واحد له حب من لون معين. في حب بمعنى الصفقه كحب الابن والبنت، وحب بمعنى الرحمه والاحترام مثل حب الوالدين وحب العم والعمه والخال والخاله، وحب بمعنى الشهوه مثل حبك لزوجتك، وكل انواع الحب دي محبوبة شرعا، ممدوحة شرعا. الحب محبوب شرعا اي، واعلى الحب حبك لله، وبعده حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمسلم، لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهم. كما الحديث يقول لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تؤمنوا حتى تحابوا، اول ما فيش ايمان بدون محبه. لا احنا فاهمين غير كده، ايه ده؟ احنا فاهمين ان الايمان بتاعنا لا يكون صحيح الا اذا تباغضنا وتناصرنا وتنازعنا وتعارفنا وتضاربنا وتفاسقنا وتقاتلنا وتكفرنا. كل واحد يكفر الثاني ويفسق الثاني ويدلل الثاني، وخد عندك بقى. المسلمين ماشيين بالشكل ده، كل واحد منهم بيعمل من نفسه مفرزه، مفرزة عمل يصل ده فاسق، ده ضلالي، ده كافر، ده مجرم، ده قال ده طالع من الدين، ده يبقى كذا، ده كده على طول. ايوه، امال مين اللي كويس؟ انت وبس؟ ايوه انا وبس. طب خلاص، يبقى انت الوحيد اللي هالك، تبقى انت وحدك اللي هالك على طول، لان من قال هلك الناس فهو اهلكهم، يعني اشدهم هلاكا. مسألة إذن ما هي بسيطة. كان أنا دائما أقول نحن كنا شاطرين جدا في العبادة، ولكننا أخطأنا الطريق خطأ كاملا. لا أدري، لا أدري، أنا ما رأيت إنسانا يصلي بعد الصدر الأول وما جاء بعد من أيام المسلمين اللي كان الواحد منهم بيقف الأوقات على الفقراء والمساكين وعلى الخدم وعلى العبيد وعلى المظلومين وعلى الضيوف وعلى وعلى وعلى. كان المسلمين فاهمين الجانب الاجتماعي دي فهما سليما جدا. كان الواحد منهم يدرك ان عين الميه اللي ينبعها علشان يشرب منها المسلمون احسن ما يقعد في المسجد يعبد ليل نهار. كان بيدرك كده، لأن اللي سقط كلب وهي ثانية سقط كلبا غفر الله له، فما بالك لو سقى إنسانا وأحياه بهذا المعنى. فأنا بقول إحنا بعدنا وسقطنا في الجانب الاجتماعي عن الحق، فأصبح الدين عندنا مسجد وقرآن ومسبحة. فإذا خرجنا من المسجد فالدين خارج المسجد غيبة ونميمة وتباغض وتناكر وتنازع، وكل مسلم بيقطع في المسلم الاخر. وابحث كده لسه شويه، انا نفسك لسه تبحثوا بس بروح المسلم، بروح اللي بينتقد. شوف شوف وشوف، شوف البلاوي جايه منين؟ جايه من مين؟ طب هو جايه من مين طيب؟ جاية من الإنسان. كل بلاء على الإنسان أصله الإنسان. طب البلاء اللي صب على الإنسان سبب الإنسان ده، هل الإنسان ده كافر يهودي نصراني مجوسي
لبطة يا أخ. أمال إيه؟ هتلاقيه برضه بيقول إنه مسلم. وده اللي جه منه البلاء، أيوه، وسترى البلاء منه إلى يوم القيامة. مصيبة وحلت في الناس. إذن أنا معرفت قيمة كلام هذا الرجل حسن البنا. كنت كل ما حضرني محاضرة واحنا شباب عيال أجد الرجل في كل محاضرة كان في أمرين حريص عليهم: الجهاد في سبيل الله والحب في الله. أنا كنت أقول الرجل جدايم الناس في الحب في الله والأخوة في الله والحب في الله والأخوة في الله. ليه اسمعنا الحب في الله؟ إيه يعني؟ هي يعني الناس دول مصابين يحب بعض أبدا؟ طبعا تفكير واحد في 20 سنة 25 بالشكل ده بالنسبة لنظرته الدينية بيفكر ان الاسلام هو الجوانب اللي بيدرسوها بالطريقة المعينة دي، ده طريقة المعاهد الدينية كده. بعدين لما سمعت الراجل ده مرة وهو بيسأل سؤال كل تحدي واي واحد غير يغلط، بيقولوا له ايه رايك في صله الجمعيه الشرعيه بالوطن المسلمين وما نظرتنا اليهم؟ الجمعيه الشرعيه جمعيه كبيره ومتكونه قبل الاخوان المسلمين، وهدى الله على ايديهم شباب كثير جدا واقاموا مساجد عديده، القاهره لوحدها فيها للجمعية الشرعية ما يقرب من 400 مسجد تديرها الجمعية الشرعية بالخطب بالأذان بالمزادة بالفرس بالدروس، وهي ناجحة في مساجدها أحسن 1000 مرة من وزارة الأوقاف في مصر. أنا كنت بفتش على هذا وعارف الاثنين. فماذا قال الرجل؟ قال رد حسن البنا أن قال: نحن بالنسبة للجمعية الشرعية مثل المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية والجمعية الشرعية مثل الكلية، فنحن نعد لها الشباب ونجمعه من هنا ومن هناك ليصل إلى درجة الجمعية الشرعية ويدخل هذه الكلية. السلام رائع والإجابة سليمة، وموجود عدد كبير من الجمعية الشرعية. فلما أجاب هذا الجواب أحبوا هذا الرجل وأحب الإخوان أكثر وأكثر. الرجل بيعرف إزاي يألف بين القلوب، ما بيعرفش إزاي يفرق، وإزاي لما يقف في المحاضرة ينزح بين المسلمين. غلط، لأن إحنا محتاجين لبعض، وحاجتنا لبعض معناها إن كل واحد منا يمسك في أخيه، وأعدائنا لن يتركونا، وإن يرينا ممزقين فإنهم لن يرحمون، وإن يرون متحدين فلن يجرؤ أحد عليهم. دايما المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عشان كده نجد إن الإسلام يجعل السلام وهو عملية اجتماعية لإيجاد الحب بين المسلمين يجعله طريقا إلى الإيمان. فحين يدخل السلام في الإيمان فذلك دليل على خطورة الجانب الاجتماعي، يعني صلة الناس بعضهم ببعض. في الحكاية يقولنا الواحد منا، أقول لك منا إيه وإيه وإيه، ده الواحد الشكاية لا تنتهي. ليه؟ كل واحد بتتكسف بتتكسف من جوزها، بيعملها كأنها عبدة، بيعملها بدون احترام، بيعملها بالضرب بالركب بالقتل بكل أكله. الولد بيشتكي من أبوه، الأخ بيشتكي من أخيه، العم بيشتكي من ولد أخيه، حتى كل بيشتكي. ليه؟ لأن احنا فقدنا الأصول الإسلامية. مش ممكن نرجع تحت إلا إذا عدنا إلى الإسلام، ليس بشقشقة اللسان ولكن بالقلوب النظيفة المؤمنة الصادقة. واضح الفكر، واضح الكلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن. طب نحن مؤمنين؟ قال: لا، انت بس فين
ازاي؟ الحسد على قلبك. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني يحب بعضكم بعضا. فاذا لم تستطع ان تحب اخاك فاقل مرتبة ان تحب لاخيك مثل ما تحب لنفسك. طب افرض انا ما حبيتش لاخي مثل ما احب لنفسي، ده بيحب يخرب بيت اخوه، ويحب يذل اخوه، ويحب اخوه المسلم ده يبقى في اخر ارض وهو في اخر سماء. اليس كذلك؟ اي هل لهم دول يطلعوا من باب الاسلام؟ وما يخصوا فين؟ يخصوا في اي حته، لكن اسلام لا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يبقى الامر واضح اهو، مساله مفيهاش حب بقى لبعضنا. واول حب تروح تدور على مراتك واختك وعمتك وخالتك، تزرع بينك وبينهم المحبه والالفه علشان تبقوا مسلمين وتحب لهم الخير زي ما تحب نفسك. ما عملتش كده وجاي تصلي، كل الملائكه بيقولوا لك كذاب كذاب كذاب. ويجب تكتب على نفسك على صدرك كده طول ما لسه الحكايه ما اتعدلتش، اكتب مسلم كذاب، وخلي كذاب دي طويله شويه. ما احنا قلنا امبارح وان صام وصلى، الحديث وان صام وصلى وزعم انه مسلم. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا بقى يقول: حق المسلم على المسلم خمس. حق او حق يعني ايه حق؟ يعني من للمسلم ان يطالب به يوم القيامه اخاه المسلم امام الله تعالى، فيقول: يا ربي اخي المسلم هذا لم يسلم علي، لم يعدني حين مرضت، لم يتبع جنازتي حين مت، لم يجب دعوتي، لم يسمتني حين عطس، لم ينصحني حين اخطات، الى اخره. حق المسلم على المسلم خمس، وفي روايه ست وفي روايه سبع، وكله هنتكلم عليه. اهم الرد السلام. الحق يبقى الامر الثابت بالشرع، يبقى السلام امر ثابت بالشرع، هو حق للمسلم على اخيه المسلم. طيب رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتسويه العصر. احنا النهارده في السلام. ان السلام ثابت بالكتاب والسنه وعرفنا، وقلنا فضل السلام، ادي احنا عرفنا ان السلام ده بيدخل الجنه وهو دليل على حب المؤمن لاخيه المؤمن. افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم ادوا السلام فيما بينكم. عال. طيب نشوف حكم السلام. القاء السلام له حق، ورد السلام له حق. فإلقاء السلام سنة على القول الراجح وهو رأي أكثر العلماء، وبعض العلماء يرى أن إلقاء السلام واجب للحديث عشان حق المسلم على المسلم، فيقول الحق لا يطلق إلا على الواجب، يبقى يجب على المسلم ان يلقي السلام على اخيه المسلم. هذا راي لبعض العلماء والفقهاء. لكن اكثر العلماء على ان القاء السلام سنه وليس واجبا. طيب القاء السلام سنه، ويكفي لو كان جماعه ماشيين مع بعض، يكفي واحد ان يلقي السلام، والافضل ان الكل يقول السلام عليكم. يعني ايه؟ يعني مثلا ناس خمسه مروا على واحد، الافضل ان كل واحد يقول له السلام عليكم.
طب هو هيرد ازاي؟ هنقول دلوقتي يرد ازاي. ولو ألقى السلام واحد من الخمسة لكفى، لأنه ثم كفاية، يعني الواحد يكفي عن الغير. طب افرض ان خمسة مسيين يمر على عشرة ضرب، واحد من الخمسة يكفي في السلام على العشرة، وإن سلم الخمسة كلهم كان أحسن وأكمل كما قلنا. عظيم. طيب اللي بيرد حكم الرد إيه؟ قال لك الرد فرض، وهو فرض كفاية. يبقى إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض. فرض يعني إيه؟ يعني إذا لم يرد فقد وقع في الذنب والإثم ويعذب على ذلك يوم القيامة لعدم رد السلام. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا أمر من الله، أن نرد التحية إما بالأحسن أو على الأقل نرد نفس التحية. نرد نفس التحية، يبقى رد التحية نفسها فرض، وإن والزيادة على التحية سنة. يعني إيه؟ لو واحد قال لك السلام عليكم، يبقى الواجب أن تقول وعليكم السلام، وإن زدت تقول ورحمة الله وبركاته، يبقى أنت رددت بأحسن منه. لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله، مطلوب منك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، فإن والزيادة أحسن، فتزيد ورحمة الله وبركاته، تزيد كلمة وبركاته. طب لو هو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تزيد إيه أنت؟ ولا حاجة، ما في زيادة بعد وبركاته. طب ده في رواية قالت ومغفرته، وفي رواية قالت ورضوانه. قال لك بس الرواية دي حديثها ضعيف والثانية ضعيف، فلا يؤخذ بهذه ولا بتلك، لا نأخذ بالروايات الضعيفة. يبقى إذا السلام بينتهي عند ورحمة الله وبركاته، والرد بينتهي عند ورحمة الله وبركاته. يبقى عرفنا إن الرد فرض، وأن الترد بمثلها، والأحسن أن ترد بأحسن منها. الكلام ده معروف، والرد برضه. يبقى إلقاء السلام سنة، رد السلام فرض. طب لو كان الرد ده واحد صلي جماعة السلام عليكم، أو خمسة قالوا للعصر السلام عليكم، هل كل العشرة يرد؟ قال لك لا، يرد واحد يكفي عن العشرة برضه. طب ده هيرد على خمسة؟ ولو ما اذا قال وعليكم يبقى فيها جنة، لو قال وعليكم السلام ورحمة الله يبقى رد عليهم فيكفي عن الباقين. يبقى الرد فرض كفاية، لو رد واحد عن الجماعة الموجودة يكفي عنه. طيب زين، هذه حكاية كيسة جدا. سؤال: لو واحد قال لك السلام عليكم ورحمة الله، هل لابد تقول وعليكم السلام ورحمة الله؟ الأحوط إنك تقول وعليكم السلام ورحمة الله عشان تبقى رديت التحية بمثلها. التحية بمثلها. ولذلك لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثل ما قلنا، يبقى عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طب لو واحد سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فانت قلت وعليكم السلام يا خان ولا سملت، تبقى مذنب ولا ليس مذنب؟ انت مذنب ولا لا؟ لا، لست مذنبا عند اكثر العلماء، لان بنت ربك سلام الرد فرد يا بنت ربك باي رد؟ واضح السلام ده؟ والبعض بيقول لا ده المطلوب ما دام سمع يرد على قد ديا لابد يرد بقد ما سمع سلام. طيب يا سيدي، طيب دي بقى طريقة السلام، إلقاء السلام، مين إيه؟ مين السلام عليكم؟ كويس. طب لو قلت السلام عليك وكان واحد، أو السلام عليكما وكان اثنين، صح أم غلط؟ صح. تنفع أو تنفع؟ طيب ليس او سلام عليكما او سلام عليكم. كده على طول محمد يا سيد بيقول السلام عليكم، تنفع ولا ما تنفعش؟ الله تنفع. ما لما راحت الملائكه لسيدنا ابراهيم قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. سلام كده بس، يعني سلام عليك. طيب يا سيدي، اذا سلام عليك نفي، السلام عليك نفي، السلام عليكم نفي. كيف الغايه في الرد؟ ماذا نقول؟ نقول وعليكم السلام. ولو كان واحد فقلت له وعليك السلام ماشية. طب لو قلت واحد قال لك السلام عليكم، قلت له وعليك اتفضل. طب بنعملها كده ونكملهاش، وعليك يعني وعليك اتفضل، يبقى نافع ولا ليس نافعا؟ قالوا نافع. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يجد سيدنا أبي بن كعب يصلي فناداه، فأبي كان وهي في الصلاة لم يخرج من الصلاة وسكت ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوت؟ فقال كنت أصلي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال لا أعود يا رسول الله. لما جه أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رسول الله، فقال وعليك، ما منعك يا أبي أن تفعل كذا؟ هنا الشاهد، وقال له السلام عليكم، فكان رد الرسول وعليك، والحديث رواه الشيخان وعليك، ما منعك ان تجيب رسول الله اذ دعاك؟ يبقى كلمة وعليك لو واحد قال لك السلام عليكم فقلت وعليك اتفضل يا فلان، تبقى الاجابة اذا صحيحة لانها منصوص عليها والرسول عليه الصلاة والسلام اجاب بها. طيب لو واحد قال السلام عليك فقلت سلام، يبقى دي اجابه ولا لا؟
الملائكة لما قالوا لسيدنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام. اللي في الزاريات: هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون. فالبعض أخذ من هذا أنك لو قلت سلام يبقى هذا رد ورد صحيح وتكفي الإجابة. يعني إيه الحكاية؟ يعني عايز أقول إن الرد ما فيش تبكيك، ما فيش تبكيك كثير، أنت تجيب بأي صيغة من هذه الصيغ، ناسي طيب لغاية كده كيف عرفنا نفس ألفاظ السلام وألفاظ الرد، وأن إلقاء السلام سنة، وأن رد السلام واجب، وأن اللي بيسلمه واحد يكفي عنهم، وأن اللي بيرده واحد يكفي عنهم. طيب سؤال: في كل الحالات الواحد يسلم على الناس؟ قال لك لا، في احيانا يبقى السلام مكروه. ازاي؟ قال لك اذا كان واحد جالس يتبول، واحد في دورة المياه، ثم تضرب عليه الباب تقول له يا فلان، يقول لك نعم، تقول له السلام عليكم، يقول من الداخل برضه معقول يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله؟ يعني يذكر اسم الله في هذه الحالة اللي سيئة بالشكل ده؟ ده السنة إذا سمع الأذان أن يردد الأذان في نفسه ولا ينطق. يبقى كيف أنت بقى تقول له السلام عليكم؟ ما بيقول، يبقى ده مكروه. تمام. لو واحد جالس مع الست بتاعته، يعني افرض انك انت ساكن مع ابيك، ابوك ساكن وياك، ابوك متمسك بالسنة وراجل طيب، وهو داخل وجدك انت ومراتك قاعدين منهمكين بقى في حالة نيام وغرام واخر دلع، يقول لكم السلام عليكم يا اب. قال لك مكروه في الوقت ده. ليه؟ قال لي انه اولا من ذا المذموم، ثانيا القاء السلام حيعمل احراج، والاحراج ايذاء للمسلم ومن المسلمة، فهو جرح لحياء المرأة ولحياء الرجل الاثنين سوا. ويمكن يوم تعملوا مكنسة من كفايف، فلما تقول لهم نحن هنا بتبقى بايخة قوي قوي. واضح الكلام ده؟ ما دام هم في طريق عام، لكن اذا كانت العملية دي في الطريق العام قول السلام عليكم. يعني ايه لو كان مع واحدة اجنبية؟ السلام عليكم يعني نحن هنا مسمع اللي ما بتحل السلك ليه؟ لكن تخليه مسمع مراته وتقول له نحن هنا، ازيك يا ابو فلان؟ ما بيليق. ناخد بالنا من بعض النقاط الذاتية في الاسلام لها اساس كبيرة ويهتم بها الدين جدا. طيب ايه كمان؟ قالك لو كان انسان بيغتسل في الحمام، هل نلقي عليه السلام او لا نلقي عليه السلام؟ الاغتسال في اصل، قالك يجوز القاء السلام على المغتسل. ليه؟ قال لان ام هانئ بنت ابي طالب جاءت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ورد عليها السلام، والقصة هنتكلم عنها بعد كده. طيب قارئ القرآن نلقي عليه السلام؟ انا ارجح القول الذي يقول المستغرق في قراءة القرآن لا يلقى عليه السلام، وان القى احد عليه السلام يرد بالإشارة. طيب المستغرق في الدعاء والاستغفار يلقي عليه السلام؟ انا برضو مع القول الذي يقول لا يلقى عليه السلام حتى لا يسأل عما هو فيه، لانه في عبادة فلا نسأله بشيء اخر جانب نتركه بما هو فيه.
وبالتالي إذا كان لا نلقي على المستغرق في دعاء السلام، لا نلقي عليه السلام، يبقى نيجي نقول حرم، يعني واحد عمال يدعي ربنا وقاعد مستغرق في الذكر والدعاء وبيفكر في اللي هو فيه، اللي جنبه واحد بيعمل له كده حرم، والثاني من هنا يعمل له كده حرم، واللي وراه بيديله من ورا حرم، يا ناس حرمت علينا عكس. هذا ما هو دين ابدا، هي حرما دي وردت ما وردت ثم لقى بدعه، فبلما هجد عليه نفسك حرما 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 ما تخلص، وتبقى صافي اخي لما تحب تسلم عليه بعد الصلاه وبعد الذكر وبعد الختام، لما تتقابلوا بره سلموا على بعض، اما حرما حرما الواحد ده يا اخويا كانها بتكمل الصلاه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بص الراجل بيعمل لك كده كده حرم، والثاني كده حرما. ايه يعني لو كان واحد هيعامله ان شاء الله تعمل معركة بعد الصلاة على طول، قال حرما حرما سيبنا يا اخي في عبادتنا. فيبقى ما يجوز ان احنا نعمل بالشكل هذا. وانت عارف انا قلت لك اللي عمال يدعي عمال يدعي يدعي وصاحبنا عمال يمر على الصف كله بيقول له حرمة، لا ده بيدعي عم جه حط ايده في ايده كده هو بيدعي وقال له حرمة، كانه بيقول له انا اولى من ربنا خليك ويايا. ده ده معقول يا ناس؟ احنا جرالنا ايه بس؟ ده ذوقيا المساله مش محتاجه لكلام. يبقى المستغرق في الدعاء النائم نصحيه ونقول له السلام عليكم؟ لا ما نصحيش، بل لو كان الواحد داخل في مكان فيه ناس يقظون وناس نائمون، ومثل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يلقي سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. لكن انت يبقى داخل الواحد على جماعه قاعدين السلام عليكم، وعليكم السلام يا راجل اتاخرت ليه؟ ايه اتاخرت؟ وليه ما جيت من ده؟ جبت معاك ايه؟ ده انا النهارده عملت ايدي اتحبست السوق، يا سلام بس استنوا. والنايم ده يطلع روحه يصحى، قوم بقى يا اخويا قوم، قوم عشان يحكولك اللي حصل في السوق. برضه ده يبقى هو ده ما هو ذوق ولا يبقى دين. لكن النبي عليه الصلاه كما يحكي الصحابي السلام يسمع اليقظان ولا يوقظ النوم، ذوق كمال هو ده الدين. يبقى احنا اذا لا نسلم على هؤلاء. طيب بالنسبه لسلام الناس على الناس، الراجل يسلم على الراجل ايوه، والراجل المراه تسلم على المراه ايوه. طيب هل يجوز الراجل يسلم على المرأة والمرأة تسلم على الرجل؟ ما قولكم؟ ما رأيكم؟ جايز ولا لسه؟ كلكم حطون لفة، يعني لفة المرأة الأجنبية طبعا، أنا بسأل على المرأة الأجنبية، تقول لها السلام عليكم؟ ليه ما تقولش مثلا حصل في الحديث الاتي ثبت ان ام هانيه بنت ابي طالب وهي تبقى بنت عم النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بتحل له الجواز، لما فتح مكه جاءت فكان النبي يغتسل عليه الصلاه والسلام، وبيغتسل في اناء امامه بياخد منه الماء، وفاطمة تستره بثوب وهو ورا الثوب بيغتسل، فدخلت ام هانا فقالت السلام عليكم، فرد عليها السلام وقال من؟ ففاطمة قالت ام هانا، فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بام هانا، مرحبا بأم هانا. ازاي بقى يقول لبنت عمه مرحبا؟ لابد من معركة. انا بجيب لكم الصورة تتحط امامنا، اه
الرسول عليه الصلاة والسلام قال في النسوة: كان يمر علينا فيلقي علينا السلام. وفي امرأة كانت عجوزا بعد الجمعة تعمل سلق وتجيب حبات من الشعير تطحنها وتعمل منهم نوع معين من الطعام، فالصحابة بعد الصلاة يذهبون إليها فيلقون عليها السلام ثم تقدم لهم الطعام، وكانوا يفرحون بيوم الجمعة من أجل الأكلة الوجبة الحلوة اللي عند الست دي. يعني ست فتح مطعم بعد صلاة الجمعة، أوه مطعم عاملة على باب بيتها، يقول السلام عليكم، ترد السلام، وبعد ما ترد السلام تقدم لهم الطعام فيأكلوا ويشربوا تنهم مسكين ويدعولها. طبعا زين ثبت ان ابو بكر وعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته قال ابو بكر لعمر: تعال بنا الى ام ايمن درس الحبسي ندخل عليها كما كان يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ودخل وسلم عليها وردت السلام عليهما، ثم ذكرتهما بالوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه انقطع، وأخذت تبكي، فأخذ عمر يبكي وأخذ أبو بكر يبكي، الاثنان يبكيان حين هيجتهما أم أيمن. أنت عارفين أن سلمان الفارسي ذهب إلى أبي الدرداء، وجد زوجته هناك وسلم عليها وردت السلام وقال لها: انت لبت ليه لبت متبذل كده؟ وقالت له: اخوك ابو الدرداء ليس له في النساء ولا في الدنيا مشغول بالصيام وبالقيام. اذن اخذ المسلمون من هذا انه يجوز، خد بالك، سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال. قالوا ايه؟ قال اسمع الكلام. قالوا: لو جماعة من النسوان تسلم على جماعة من الرجال جائز. موافقون على كده؟ موافقون. وجماعة من الرجال يسلموا على جماعة من النساء جائز. زين. ولو واحدة من النسوان تسلم على جماعة من الرجال جائز. واحد من الرجال يسلم على جماعة من النساء جائز. أما الفضل ايه؟ الفاضل واحدة بتكلم على واحد. طب ما رأيكم في الواحدة على واحد دي بقى؟ هل عندكم دليل يمنع؟ الإمام النووي على طريقته في الاحتياط قال: العلماء قالوا إذا كانت الواحدة دي درجة، عشان تشوف الأفكار الإسلامية شكلها إيه، إن كانت شابة شابة درجة جاز أن تسلم على الرجال وأن يسلم الرجل عليها، تسلم على الرجل والرجل يسلم عليها. ما معنى برزة؟ قال: امرأة تعودت أن تخاطب الرجال وتعود الرجال أن يخاطبوها. إذا صوت المرأة مش عورة يا حضرات، لك عورة. طب جبتم منين انه عورة بطار؟ ما ادي علماء الاسلام او وادي الاحاديث اهي يطلع عورة منين؟ لو كان صوت المرأة عورة ما قال الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لان ربنا لما قال للنسوان لا تتكلمن بصوت لين يفتن الرجال، معنى كده انهم يكلموا الرجال بصوت غير لين، يعني ما تتميعش بصوتها. يبقى لما يقول لها ما تتميعيش وانت بتكلم الرجال، يبقى اباح لها تكلمهم ولا لا؟ اما عجيبة
اهو ده كلامي ولا كلام الله؟ لما يقول لها وانت بتكلم الرجال لا تخضعي في الصوت، يعني خليكي صوتك كده متخسن عادي ما فيش تصنع. اذا الاداء بتكلم الرجال اهي بنص القران زي حديث اياكم والخلوه بالنساء، يبقى الخلوه حرام. طب اذا وجد رجل وامراه في مكان بدون خلوه يبقى حرام ولا لفقه؟ بنص الحديث هو حرم ايه؟ ما تردوا، حرم ايه؟ او كده امسأوا. يبقى غير الخلوة حرام ولا لفة؟ امال بتحرموا الدنيا ليه كلها؟ ما تقولولي جبتوها منين؟ طبعا هذا على ان المرأة محتسمة، على ان المرأة لابسة ملابس اسلامية، على ان المرأة ملتزمة بالاداب الاسلامية. طب افرض انها مش ملتزمة بالاداب الاسلامية ولا محتسمة، ده مش بيحرم عليها انها تجلس في مكان في رجالة، ده بيحرم عليها تمشي في الشارع حتى ولو كان بينك وبينها كيلو، يبقى حرام يا اخ. لان انا متأكد ان احنا فاهمين الدين كله بالمثقلب في النواحي الاجتماعية. انا بقول لكم صدقوني احنا فاهمين الدين بالمثقلب كله، عايزين نعدلها بقى، نعدل العملية تبقى صح علشان نصحح اوضاعنا. وانا ما بتكلم ادي الايات وادي الاحاديث وما فيش اقوى من كده. يبقى عظيم. ولذلك الإمام النووي قال إيه؟ إذا كانت فتاة شابة العجوز تسلم على الرجل والرجل يقول لها السلام عليك ويسلمها ونفسها. الشابة إن كانت تخاطب الناس متعودة تخاطبهم جاز، وإذا لم تكن متعودة وكانت ساكنة وهتشغل الراجل يبقى بلاش تسلم عليه وبلاش يسلم عليها. أنا بقول له يا إمامنا يا نووي رضي الله عنك وغفر لك، لو كانت حتى واحدة عجوز وبيكلمها رجل عجوز وهي هتشغل الرجل الكبير والرجل الكبير يشغلها، وكل حبة ولها طوال زي ما يقولوا او لها كيان، وكل طقطة ولها لقطة، يبقى برضو حرام يا امامنا يا نووي. المسألة ما ساعات يبقى الراجل سنه 80 سنه والسن 6 سنها برضه 70 سنه ويبصبص البعض، نتركهم يكلموا بعض بطريقه البصبصه؟ لا. اذا وجدت الفتنه امتنع السلام، سواء كبيره ولا صغيره، سواء جماعه ولا مفرد. ويبقى ده هو المبدا، وده مبدا اسلامي مقرر على اساس ان الوقاية خير من العلاج، والوقاية دائما بتسبق العلاج في القاعدة الاسلامية، ونبقى رياحنا نفسنا. طيب على كده بقى يبقى مسألة السلام على النساء سواء كنا محارم او غير محارم يعتبر جائزا، وجائز ان تسلم المرأة على الرجل إلا في حالة ما إذا خسينا الفتنة. وإذا خسينا الفتنة لا تسلم المرأة على الرجل ولا الرجل على المرأة، سواء كان كبار ولا صغار، قليل ولا كثير. واضح الكلام ده؟ لأن العلة تكفي في إيجاد الحكم الشرعي، وإذا وجدت الفتنة تبقى الفتنة علة للمنع، ونبقى مرتاحين إحنا من العملية دي جدا. طيب يا سيدي، هل يسلم المسلم على اليهود والنصارى؟ لا، ممنوع. الحديث يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. طب ولو سلموا؟ الحديث قال فإن سلموا فقولوا عليكم، أو قولوا وعليكم. وعلى اليهود قال لك السلام عليكم يا عم فلان، قل له عليكم جاي يا ثواني شلونك؟ ما هو مستني لما تقول له ورحمة الله وبركاته. اوعى تقول له ورحمة الله وبركاته، ولا تقول له السلام تمام وعليكم بس،
ما تقولش عليكم السلام او تقول عليكم. يبقى لما تقول كده هو ده هذا هو الرب. طيب لما يجي لك اليهودي او النصراني او المجوسي او السواعي ويقول لك صباح الخير، ارد عليه اقول له صباح الخير، ويقول لك نهارك طيب مساء الخير اقول له مساء الخير، يقول لك ليلتك سعيدة اقول له ليلتك سعيدة ولا ليلتك جد، قول اي حاجة. الحاجات دي نفس معاه فيها لانها ليست هي تحية الرحمة وليست هي تحية الاسلام. لكن الكلام ده فيه مودة للكافرين. ومن قال لك ان احنا ممنوعين من البر اليهم؟ ما القرآن يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فاحنا مأمورين ما دام بيننا وبين بعض سلام ومعاهدة وامان، مأمورون ان احنا نعاملهم بالاحسان بنص القرآن. ومن اساء اليهم فقد ظلم ويعاقب على الاساءة يوم القيامة. السلام ده يبقى مفهوم ويبقى واضح. طيب اصحاب المنكرات، واحد اللي ظهروا بالمنكرات والفواحش، واحد بيقول لك انا بشرب علني اهو، الثاني بيرابي علني اهو، الثاني تارك للصلاة علني اهو، الرابع بيفطر في نهار رمضان علني، نعمل ايه؟ قال لك اصحاب الكبائر واصحاب البدع المنكرة التي تصل الى الكبائر لا نلقي عليهم السلام ما داموا يظهرون بالمعاصي وبالكبائر، ما داموا لا يخفون المعصية. اذا كان يخفيها القي عليه السلام، ان كانوا يعلنونها يبقوا اعلنوا الحرب على الله، وجهروا بالمعصية فلا حياء لهم ولا كرامة لهم وهم فاسقون ولا يستحقون إلقاء السلام عليهم. لا يجوز إن احنا نقول لهم السلام عليكم إلا إذا خشيت الفتنة. أنت داخل عند وزير ما بيصليش، عارف إنه ما بيصليش ولا ما بيصومش كمان، يمكن بيفطر، إذا ما قلت السلام عليكم هيخرب بيتك قبل ما تصل. فأنت كده تقول في قلبك يا رب أنت تعلم ما بقلبي، أنا أقرأ إلقاء السلام، وبعدين تقول السلام عليكم. وأنت كاره لأن أنت في اللحظة دي بتدفع عن نفسك فتنة. يبقى يا دين كذلك اذا كان واحد عاصي وظاهر بالمعصية لكن فيه امل لو قلت له السلام عليكم، انك تدعوه وتأمره وتنهاه ويسمع لك، ولو ما قلتش يسمع لك مش هيسمع لك ولا كلمة. ده ممكن تقول له السلام عليكم يا بسلام ازاي الحال، ليه ما بتصليت معانا يا راجل، بقى برضه مش هتوب كده، ربنا يهديك، ده انت اختارك المعاصي اختارا من الشيطان يظل صاحبك باستمرار كده ياخدك على جهنم، مش عاوز تعمل تحويضة على اليمين ابدا على الجنة، اتصله بالطريقة دي. يبقى معقول هذا الكلام؟ الى هنا نكتفي اليوم، وعلشان اذا كان في اسئلة نجيب عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في سؤال اي حالة ما في سلام لا تسلم على اليهود ولا النصارى ولا على مرتكب الكبيرة اللي هو فارق رسم من اركان الاسلام وظاهر بها او بيذكر وبيزني وبيعلن هذا معروف عنه بيرابي بياكل اموال الربا، لا يجوز ان نتكلم على هؤلاء. لما اصحاب الكبائر اللي ظاهرين بها ظاهرين هذا هل يجوز ان اعطي الزكاه لخادمه
اتمنى الشغاليز ده يوفر عليها الصوت شويه. ها اشتغل وادلات اشتغل ابد. ترين شغال يعني انتوا بتسمعوا منه؟ امال فالان اللي يخلينا اتكلم بهدوء بقى، لان انا بتكلم عشان المكيف، لان مسكت مين هيكيفنا والتلوغ هو ايان عارفين ما تسمع. طيب السؤال الاول، هل يجوز اعطاء الزكاة للخادمة اللي بتعمل؟ في فرق اولا بين زكاة المال وزكاة الفطر. وعلى اي حال الخادمة اللي موجودة عندك ان كانت تدخل ضمن الفقراء، يعني الدخل اللي بيدخل لها لا يكفيها، يبقى يجب اعطائه من زكاة المال ومن زكاة الفطر. اما اذا كان الدخل اللي بيدخل لها يكفيها، يبقى خلاص. يعني خادمة لا عندها اولاد ولا عندها زوج وبتشتغل عندكم، لو كانت حتى ما بتاخدش اموال لكن بتاكل وتشرب، تعتبر غنية لان عندها ما يكفيها. انتوا بتطعموها وتسقوها وتكسوها وتبيتوها، يبقى مش محتاجة لحد. اما عندها اولاد، المرتب اللي بتاخده ما بيكفيها هي واولادها وجوزها، ويمكن جوزها راجل عاجز، يبقى دي تعتبر كفورة ونعطيها من الزكاة، بشرط تكون مسلمة ما تكونش مكرمية. هل ثبتت مكافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عند البيع على الاسلام؟ ثبتت في حديث ام عطية وهو موجود في البخاري، وكل اللي فيها انهم بيحاولوا يقولوا لابد وان النبي حين بايع لابد انه وضع حائلا، ونحن نقول لا مانع من انه وضع حائلا موافق، ولكن هل ثبت ما يمنع من المصافحة؟ هذا هو السؤال. هل ثبت؟ هات لي اللي ثبت. حديث لأن يمس أعم